ومكتبتي وفنجان قهوتي. وأنا حسون. في ذكرى اليوم العالمي للمسرح نستذكر أيقونة المسرح الأردني المخرج الراحل حسين نافع، حيث أقيم في المركز الثقافي الملكي حفل تأبين لروحه واستذكار لمحطاته وإنجازاته. لم ترحل عنا يا حسون، فما زالت أفكارك وإبداعاتك ورؤيتك للمسرح الأردني حاضرة بيننا، وما زلنا نتحدث عن دماثة أخلاقك وعشقك للمسرح الذي قدمت له الكثير من الزخم المقترن بجماليات الصورة وحرفية الممثلين وسحر الموسيقى. يعني بداية إحنا اليوم بنحتفل بيوم المسرح العالمي، وكانت كتير لفتة جميلة إنه يكون الاحتفال من خلال عرض بخص حسين نافع فقيدنا، واللي إحنا فعلاً خسرناه وفجأة راح، لكن بالآخر الموت حق والله يرحمه راح يضل باقي بيننا وإبداعه باقي بيننا، لأنه الفنان هذا جمال الفنان بروح جسد لكن بضل إبداعه. بالنسبة للرسالة اللي بوجهها اللي هم وجهوها بالمسرحية، يعني أتمنى أنه المبدع لما بيموت أكيد بيستمر في ناس من بعده بتكون مآمنة بأفكاره وبتستمر من بعده، بأتمنى على الجيل الجديد يتعلم من هدول الأساتذة الكبار ويضل موجودين، علشان كل ما بيعملوا عرض أكيد الناس حتقول هدول تلاميذ حسين نافع، فيعني لن يموت الإبداع لا يموت. ومنتمنى طبعاً على دولتنا وعلى وزارتنا وعلى نقابتنا إنه يصيروا يهتموا بالمبدع وهو عايش مش بس بعد ما يموت. يعني مش من زمان كتير. بس شو حسون بيعمل إيه؟ وإيه رأيك بقى إن مشروع التخرج بتاعك حيبقى عن الظواهر المسرحية العربية؟ وديني يا حسون، لو ما قدمتش بحثك ومشروعك عن الظواهر المسرحية العربية يبقى هتسقط. يعني على المستوى الإنساني وعلى المستوى المسرحي أنا حسين بيعني لي، لأنه صديق قديم جدا من أيام الدراسة الأولى وطوال رحلة عملنا بالمسرح معا. بصراحة ما فيش كلمات ممكن تشرح يعني إحنا اللي عنا حكيناه خلال هذا العرض المسرحي، واللي بتلخص بفكرة إنه مبدع مثل حسين لا يرحل، يعني قد يرحل جسدا ولكنه حاضر روحا وحاضر فكرا، وإنه الإنسان في النهاية أو المبدع هو فكرة، والفكرة لا تموت ما دام هنالك من يستمر في طرحها وفي الحديث عنها وفي تناولها مسرحيا وسينمائيا، ونأمل يعني أن يبقى ذكر حسين حاضر من خلال الأجيال القادمة، وخصوصا إنه إحنا بفرقة مسرح الرحالة قدمنا هذا العرض المسرحي حتى نحكي عن حسين ونحكي عن المسرح، لأنه اليوم يوم المسرح اللي كل العالم بتحتفي فيه، إحنا حبينا نحتفي برمز كبير، وحبينا نقدم مجموعة من المقترحات والأحلام اللي كان حسين يتحدث عنها. في
الأستاذ حسين نافع أصر حتى بعد رحيل جسده أنه يكون هو الحاضر في يوم المسرح العالمي، وهذا ما حصل. يوم المسرح العالمي أغلب المسرحيين غائبين وهو الحاضر، هو اللي كان حاضر بالعمل اللي بتحدث عنه واللي إحنا عملناه خلال شهرين. كامل الفريق كان متطوع لأجل أنه نوصل أجمل رسالة لروح هذا الفنان المبدع اللي أفنى حياته في خدمة المسرح والمسرحيين الأردنيين. سافرت فيه لعدة جزر وقارات، قدمت الزمن لقدام ورجعت آلاف السنين، وأشهد أنني قد عشت على رأي صاحبنا الشاعر بابلو نيرودا، وأنني قد ضحكت وتصعلقت ورقصت 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 على طريقة زوربا اليونانية. حسين نافع بالنسبة إلنا وإلي أنا تحديداً، لأني أول ما بلشت معه هو اللي علمني كيف أوقف على المسرح، هو اللي علمني كيف ألون بأدائي، كيف أحب النصوص العالمية والعربية، أحب الأدب، أحب الفن أكثر. حسين نافع مستحيل يموت، وأصلاً أي حدا بيعرفه ما بيصدق ولا بيقدر يتخيل إنه حدا مات. حسين نافع كله حياة، كله مسرح. أنا شخصياً لقبته براهب المسرح. في كل عام مثل هذا اليوم رح يضل اسم حسين نافع وكل المبدعين عالي، ورح يضل عايش دائماً. فبدي أحكي له أنا بحبك كتير، بجوز مش دائماً كنت أعبر لك، بس هو بعرف أني أنا بحبه كتير، وشكراً لوجودكم. احنا ما يعني ما كنا نتحمل كثير، كان ايام يعني نبكي بالبروفا. يوم العرض يعني عشان نتماسك، بالاخر احنا بدنا نقدم شيء لروح حسين. رحلت باكرا يا حسون، واوجعتنا برحيلك، رحلت وتركت خلفك أفكاراً وتوصيات خلاقة للمسرح الأردني، فما بدأت به سيكمله خلفك من عاهدوك على حب المسرح.